صباح الخير مرة تانية. صباح الخير. مدينة برشتينا في كوسوفو. الجو زي ما انتم شايفين، هو الدنيا الشمس طالعة وما فيش سحاب، ولكن الدنيا برد مش عارف ازاي. وحرارة تقريبا 10-12، بس الشمس طالعة. دي مجرد لمبة كده في السماء الشمس. المهم هنبدأ من دلوقتي نكتشف مدينة برشتينا ونشوف أهم معلمها الجميلة، اللي لو شفتها هتحس كأنك زرت مدينة برشتينا وكأنك مسافر معايا. يو برد. وكأن اللي أنا مش عارف، أنا لابس صيفي تحت الجاكيت بس برد يعني. أتمنى تنبسطوا اليوم. بعدين اتعورت النهاردة. سلامتك. فأتمنى تنبسطوا معانا النهاردة، عشان ناس كتير قوي ما يعرفوش أي حاجة عن كوسوفو. هنشوف فيها أهم معالمها وجوامعها، ويلا مش هنشوف يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. نزلت عند اخر حاجه وقفنا تصوير عندها في الحلقه اللي فاتت، اللي هو بازار برشتينا. بازار بالتركي يعني سوق. فكان بازار برشتينا اللي احنا واقفين فيه ده مركز التجاره الاساسي لمنطقه البلقان من وقت تاسيسه في القرن ال15 في فتره الحكم العثماني للمدينه. فكان السوق ده نواه مركزيه للمدينه وليه دور كبير في التنميه الماديه والاقتصاديه والاجتماعيه لمدينه برشتينا. وبيتكون اي بازار عثماني عامة من نوعين، اما المتغطي او بيزستان، وبتكون عبارة عن مجمع مغلق من المتاجر زي المول كده في عصرنا الحديث، او السوق المفتوح اللي بيكون مصفوفة متتالية من متاجر بتعمل شيء محدد زي الحرف اليدوية مثلا، وكل نوع تجارة او مهنة له شارع او زقاق خاص فيه. المهم ان البازار القديم ده تم تدميره في خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي في فترة الاتحاد اليوغوسلافي، لما طلع شعار التحديث وقتها دمر القديم وابني جديد. فما بقاش من البازار القديم غير مجموعة قليلة من المباني التاريخية، ومن وقتها فقدت برشتينا جزء من هويتها وتراثها الثقافي. على عكس سكوبيا اللي كنا فيها قبل كده، اللي بيعد السوق القديم فيها من اهم معالمها. وفي اقوى عصرها كان بازار برشتينا ده بيتكون من حمام عام شفناه في الحلقة اللي فاتت، و12 خان زي الفندق ده مثلا، و12 مسجد، واكتر من 240 محل بيبيعوا سلع مختلفة. وتنظم في بازار برشتينا معارض كبيرة زي معرض التجارة سنة 1827، اللي كان من أكبر المعارض في منطقة البلقان. وحاليا طبعا إلى جانب التجارة وإنك تقدر تنزل هنا تجيب منتجات رخيصة وتفاصل زي ما أنت عايز، فبازار برشتينا كمان مكان رئيسي للقاءات العامة وللتمشاية داخل المدينة زي ما إحنا بنعمل دلوقتي. وطبعا لو انت اول مره تشوف الفيديو وتعجب ليه انا بصور بالطريقه دي، فخليني اقول لك فكره القناه لحد ما نوصل للمكان اللي رايحينه بعد كده. ده طبعا جامع ياسر باشا اللي احنا حكينا عليه في الحلقه اللي فاتت. في ناس كتير بتحب تسافر، لكن للاسف صعب عليها السفر لمختلف الاسباب، فاذا انت كنت منهم فاهلا بيك يا صديقي. فمعايا حوريك اهم معالم كل مدينه، اللي لو شفتها وعرفتها هتحس كانك اخدت تجربه السفر كامله، وكانك زرت المدينه فعلا وكانك هناك. فلو عجبتك الفكرة انك تكون رفيقي بالرحلة وزميلي بالسفر، ففورا اشترك بالقناة عشان تسافر معايا لكل العالم كأنك هناك. وصلنا يا صديقي للمعلم المهم اللي كنت بدور عليه، الهيكل البنفسجي الجميل اللي قصادنا ده، اللي اسمه المسلة اليوغوسلافية. هنعدي الشارع 10 ثواني واكمل لكم قصة النصب التذكاري. ففي سنة 1959 وفي عهد الاتحاد اليوغوسلافي، قرر حاكم يوغوسلافيا وقتها الديكتاتور جوزيف تيتو انه يعمل في وسط مدينة برشتينا نصب تذكاري لاحياء ذكرى الجنود اللي سقطوا في الحرب العالمية الثانية، اللي سماها حرب التحرير الوطنية، في وسط برشتينا. فالنصب مبني في الساحة المركزية في وسط المدينة في مدخل البازار القديم، في الساحة اللي اتسمت بعد كده بنفس اسم النصب التذكاري، ساحة الوحدة والأخوة.
المسلة طولها 20 متر تقريبا وبتتكون من 3 اعمدة متوصلة في اخرتها وبترمز لمكونات الدولة الكوسوفية وقتها من صرب والبان وجبل اسود، وقدامه تماثيل صغيرة لثمان مقاتلين من مختلف الاعراق مرتبطين كده كجسم واحد كرمز لجميع المقاتلين وضحايا الحرب اللي سقطوا بغض النظر عن عرقهم، واقفين كده كجزة واحد لحراسة وطنهم. وفضل المكان ده كأهم ساحة في المدينة ونقطة تجمع للشباب لأكثر من 50 سنة لحد ما بدأت الحرب في كوسوفو. ففي سنة 1998 حصلت محاولة تفجير النصب ده باعتبار انه بيرمز للهيمنة الصربية على المدينة وتم قصفه، ولكن واضح ان اساسه كان قوي جدا وما تأثرش بالقصف ولا تهدم. ولما خلصت الحرب قررت البلدية انها تهد النصب اللي كان بيرمز للحقبة اليوغوسلافية وتبني مكانه موقف للسيارات تحت الارض وتمثال لادم جاشري، ولكن البلد كانت فيرة جدا انها تعمل مشروع كبير زي ده. فالشيء الوحيد اللي اتغير هو اسم الساحة اللي اتغير من الأخوة والوحدة لساحة آدم جاشري. وآدم جاشري كان قائد العسكري للحركة الانفصالية الألبان كوسوفو، الحركة اللي بدأ منها استقلال كوسوفو عن صربيا، وده أعتقد أنه كان بمثابة تناقض صارخ عن فكرة تيتو من الوحدة والأخوة اللي عشانها اتعمل النصب. وفضل النصب مهمل لحد سنة 2018 لما حصلت كوسوفو على الاستقلال التام اللي حصل بعد سنين طويلة من إعلان عنه من سنة 1991. فتخيلوا كل الوقت ده كان مجرد استقلال جزئي، وقتها جددوا النصب ومنطقته ومسحوا الكتابة والرسومات اللي كانت عليه وتم تغيير لونه للون الأرجواني الجميل ده بدل من البيج القديم عشان يكون رمز للأمل والفرح والبدايات الجديدة. وعلى امتداد النصب التذكاري وصلنا بعد كده للمسرح الوطني في كوسوفو. فيا جماعة أي بلد بتبحث عن التقدم لازم تهتم بثقافتها. فالمسرح ده اتأسس فورا بعد الحرب العالمية الثانية لرفع مستوى الثقافة في البلاد سنة 1946، ومن وقتها بقت المؤسسة دي هي المعتمدة في المنطقة لتعليم الممثلين الجدد والمخرجين ومصممي الأزياء، يعني كل الوظائف اللي بتتعلق بالمسرح، بالتعاون طبعا مع أكاديمية المسرح والأفلام في بلغراد والإذاعة والتلفزيون اليوغوسلافي. ومن وقتها اتعرض على المسرح ده أكثر من 400 مسرحية بحضور أكثر من 3 مليون متفرج. ورغم أن المسرح ده اتقفل في وقت الحرب والعشر سنين وكان ممنوع يمثل فيه أي ممثل كوسوفي، وأصبح وقتها بوق دعاية للاحتلال الصربي ومسرحياته العنصرية، إلا أن بعد الحرب استعاد نشاطه مرة تانية وتغير اسمه للمسرح الوطني في كوسوفو، واتعمل عليه كتير من العروض والمهرجانات الدولية والوطنية، وحاليا هو واحد من أهم المراكز الثقافية والاحتفالية في مدينة كوسوفو. يعني لو مهتم تتعرف على ثقافة البلد ممكن تبقى تحضر مسرحية فيه، ولكن أهدأني لو فهمت كلمة واحدة. الصراحة أنا دخلت المسرحية وبعد 5 دقايق نمت على طول من التعب وصحيت آخرتها. المهم ريحت شوية ويلا نطلع نكمل مشي في البوليفار. على العموم احنا ماشيين دلوقتي في بوليفار الام تريزا او ممشى القديسة تريزا. الشارع ده بيكون وسط المدينة فعليا، طوله تقريبا 1 كيلومتر وتسمى كده عشان في اخرته في كنيسة كبيرة اتعملت لتكريم الام تريزا الغنية عن التعريف. طبعا الام تريزا اللي حصلت على جائزة نوبل في السلام تقديرا لاعمالها الخيرية الكبيرة حوالين العالم، وهي كانت عايشة في المنطقة هنا، ولكن المفاجأة ان هي بتتكرم في 3 دول كوسوفو ومقدونيا والبانيا، والثلاث دول دول بيدعوا ان القديسة تريزا تنتمي ليهم وتكون بتاعتهم، لان هي عاشت لما كانت الثلاث دول دول تقريبا دولة واحدة. لكن الظاهر عشان يرفع الشعور بالعزة الوطنية كل دولة بتنسب ليها فخر ان الام تريزا بتكون واحدة منها. المهم ان ممشى الام تريزا ده بيكون وسط المدينة الحي ودايما زحمة ليل ونهار بخلاف بقية المدينة، ومليان مطاعم وقهاوي، واكيد لو انت بتزور المدينة فده حيكون اهم مكان تتمشى فيه وتجرب فيه الحياة الكوسوفية. وخليني اسكت شوية واسيبك تركز في الشارع عشان تحس كأنك ماشي في وسط مدينة كوسوفو في ممشى الام تريزا او بوليفار مادر تريزا. حبينا نريح شوية فشفت محل متخصص في البوريك، والبوريك بتكون أكلة شعبية تركية ولكن منتشرة في كل البلقان، والمحل ده بيقولوا عليه أشهر محل في برشتينا. فحنشوف محل تركي، بوريك بالسبانخ، بوريك بالجبنة، أكل تركي حطوا التلاتة مع بعض. لا ذكي جدا الراجل، جبنة وسبانخ ولحمة بنفس الصف.
وباخر بوليفار القديسة تريزا في شيء مبنى كده غريب جدا زي ما انتوا شايفين كده اسمه مكتبة كوسوفو الوطنية. مكتبة كوسوفو الوطنية تأسست سنة 1944 وهي اعلى مؤسسة مكتبية في كل دولة كوسوفو. وبيعود تاريخ المكتبات في كوسوفو للقرن ال 14 وال 15 لما بدأت المساجد والكنائس انها تجمع الكتب وتكون مركز للقراية وتجمع مخطوطات دينية وتاريخية فيها لحد ما تأسست مكتبة كوسوفو رسميا في ديسمبر سنة 1944 في مدينة برشتينة، ولحد سنة 1932 لما تم نقل المكتبة للمبنى الغريب اللي قدامنا ده. وكانت مهمته طبعا زي اي مكتبات هي جمع وحفظ وإتاحة التراث الوثائقي والتذكاري لدولة كوسوفو، وبتقام فيه معارض وبيحافظ على ارشيف الجرائد الوطنية. وعلى مر السنين اتغير اسم المكتبة الوطنية اعتمادا على الموقف السياسي لكوسوفو، ولكن من اهم الاحداث التاريخية اللي مرت على المكتبة اللي كانت في سنة 1989 لما تم الغاء وضع كوسوفو كمنطقة حكم ذاتي في صربيا، وفقد عشرات الالاف من البان كوسوفو من العاملين في القطاع العام وفي المكتبة دي وظائفهم، واتمنع الطلاب الالبان وقتها من اخذ دورات في اللغة الالبانية عشان يعني يفرضوا الثقافة الصربية على البلد. وكان اكبر حدث حصل في الوقت ده ان تم حرق مجموعات كاملة من الكتب والمكتبات وتدميرها بالكامل عشان يمحوا التاريخ الالباني من المنطقة. وكمان من الاحداث المهمة اللي حصلت ان في بداية حرب البوسنة سنة 1994 اتحول المبنى المكتبة لمركز ايواء للاجئين اللي جايين من البوسنة والهرسك وكرواتيا وقتها واللي هربوا من مناطق الحرب في بلادهم. ومن ضمن الجرائب اللي عملها الصرب ان الكتب التاريخية واللي كانت من الطراز الكوسوفي الوطني واللي ملهاش مثيل في اي مكان في العالم كانت موجودة في المكتبة، واللي بتوضح اصول الامة وتاريخها اللي وصل عددها لاكتر من 100,000 كتاب تم ارسالها لمصانع الورق الصربية اللي فرمها واعادة استخدامها. ولكن بعد ما الحرب ما خلصت كان هدف اساسي هو اعادة بناء مباني المكتبة واعادة تشغيل خدماتها على جميع المستويات. مش عارف لو كانت الحرب دي في دولة عربية يا ترى ايه اللي كانت اول شيء هيهتموا ان هما يبنوه؟ هل حتكون فعلا المكتبة الوطنية زي كوسوفو؟ المهم المبنى الجديد اتفتح في 25 نوفمبر سنة 1982 ومظهره الخارجي غريب جدا، فيه كده مجموعة قباب مختلفة صممه المهندس المعماري الكرواتي أندريا موتينيكوفيتش على مساحة 16,500 متر مربع، وكان على شكل نوافذ عالية على شكل قبب بإجمالي 99 قبة بأحجام مختلفة ومتغطاة بالكامل بشبكة صيد معدنية. أنا ما فهمتش إيه قصده بالشبكة المعدنية، لكن قريت إن المهندس كان قصده بهندسة المبنى إنه يمسك بين الهندسة المعمارية الألبانية والصربية اللي بتشكل تاريخ الكوسوفي، أو بيقولوا إن كان الهدف وقت للتوفيق بين مكونات كوسوفو من صرب والبان. فالقباب هي مزيج من الحمامات التركية الموجودة في مدينة بريزيرن وبتركية بيتشو، وبكل الاحوال شكلها مبهر لكن غير مريح زي ما انتوا شايفين. المهم ان المبنى بيضم قاعتين للقراءة بسعة 400 كرسي غير غرف لقراءة الدوريات والمجموعات الخاصة والفهرسة والبحث، وفي مدرج بيسيع ل 150 كرسي. سعة المكتبة تقريبا حوالي 2,000,000 كتاب على مستويين، واحد منهم تحت الارض غير المخطوطات والصحف التاريخية، وبيتم زيادة الكتب في المكتبة بمعدل 30,000 كتاب جديد كل سنة، تخيلوا. المهم ان المكتبة ممكن يزورها اي حد فوق 18 سنة، وممكن تستعير الكتب ولكن مفيش استعارة منزلية، وممكن تقرأ الكتب في واحدة من الغرف القراءة الموجودة. والمكتبة مسجل فيها اكتر من 5,000 زائر كل سنة، يعني المكتبة بتكون الاكتر زيارة في كل كوسوفو، واحدة من اكتر مناطق الجذب والسياحة لما تيجي تزور مدينة برشتينة. وقدام المكتبة في كنيسة صغيرة يتيمة كده لوحدها في وسط الساحة اسمها كاتدرائية السيد المسيح. الكنيسة دي تم البدء في انشائها سنة 1992، ولكن بسبب الحرب في كوسوفو انتهى بناءها سنة 1999. وللأسف الكنيسة دي تاريخها مش مريح، فلما سيطر الصرب على كوسوفو سنة 89 وهبوا جزء من الارض اللي تابعة للجامعة للكنيسة الارثوذكية اللي قررت انها تعمل كنيسة في وسط الجامعة، الشيء اللي كان مستفز جدا للطلاب. تخيلوا ان التصميم النهائي للكنيسة كان حيكون فيه 1389 صليب ذهبي اشارة لمعركة كوسوفو الشهيرة اللي كان سنة 1389 السنة اللي انتصر فيها العثمانيين على المملكة الصربية. وبعد الحرب والتدخل العسكري الدولي في سنة 99، ولان الكنيسة بترمز لوقت الاحتلال حصلت محاولات كتير لتدمير المبنى او تخريبه، ولكن معظمها كانت محاولات فاشلة، وتم وضع المبنى ده تحت حماية الأمم المتحدة بجانب كل المعالم والكنائس الأرثوذكسية التانية في كوسوفو.
ولما اطرحت الفكرة على الجمهور اقترح الكتير جدا ان هم يزيلوا الكنيسة او تحولها لمتحف عن الحروب اليوغوسلافية وجرائم الحرب اللي ارتكبها نظام ميلوسوفيتش، وان تاريخ الصرب في المدينة كشركاء مش ممكن يتلغى حتى لو كان اللي بنى الكنيسة دي مجرمي حرب. في فرق كبير بين الهجوم على محتل والهجوم على معلم ديني، وان المسيحية بريئة من المذابح اللي عملها الصرب في كوسوفو، ولكن ازاي ممكن تقنع حد اتظلم واتقتل اهله بالكلام ده؟ ولسه لغاية دلوقتي المكان متنازع عليه من إدارة الجامعة وإدارة الكنائس الصربية، ولغاية دلوقتي بقي الوضع على ما هو عليه، وبتحصل محاولات تخريب للكنيسة من وقت للتاني، وبتحصل كمان محاولات من الكنيسة الأرثوذكية إن هم يستخدموا المبنى، ولكن لأن المبنى متنازع عليه فضل مهجور كده لوحده في وسط حرم الجامعة. ورجعت على البوليفار مرة تانية لأن قالوا لنا في مطعم بتاع مشاوي اسمه شعبان، قالوا لنا إن ده أشهر مطعم في برشتينا، فرايحين وحنشوف. محل شعبان، شايفين الأسعار؟ وجبة ب2 يورو ونص، وجبة يا جماعة ب2 يورو ونص، وقاعدين فين؟ في وسط السد. خليني يا جماعة، وجبة في وسط أكبر سنتر واكبر سوق في السنتر، مش بقى في شارع شعبي، لا الوجبه ب2 يورو ونص، 2 يورو ونص فقط. يا جماعه ب2 يورو ونص سجق ولحمه، ده 62. ايه الوجبه كلها يا جماعه ب2 يورو و60 بس. ما تعبتش من الاكل، ما بعملش حاجه غير باكل. بص وشي بقى كبير ازاي، مش معقول. الاكل رخيص وحلو، لا مش رخيص وبس، حلو وطيب وجميل جميل. شايفين الاكل؟ حاسين بالروقان اللي موجود في المدينه؟ قديش المدينه جميله. اخ يا كوسوفو يا برشتينا، اخ. من امام هذا التمثال الجميل احب اقول لكم اتمنى تكونوا انبسطتوا في الفيديو، وطبعا حسيتوا كأنكم سافرتوا معايا، حسيتوا بالمدينة برشتينا قديش هي رايقة وجميلة. فلسه مكملين الفيديو، هتشوف حاجات تانية. حبيت أقول لكم أنا انبسطت جدا بوجودك معايا ووجودك معايا، وما تنساش إذا حبيتوا الفيديو تدعموني بأنكم تبعتوا لأصحابكم، طبعا تشتركوا أول حاجة، لأن الاشتراك هو الشيء الوحيد اللي بيقدر يدعمني وخليني أقدر أستمر. في نفس الوقت بعتوا لأصحابكم ويحبوا السفر والرحلات. فين النافورة؟ إلى اللقاء وسلام. لساني مندوخ من كتر ما أكلت، من كتر ما أكلت مش قادر أمشي. طول ما أنا ماشي قاعد أكل ما بقتش قادر أتكلم. زي بتاع 5 كيلو. يلا ربنا يساعدني وقت الرخصهم. سلام.